خلينا نروح لأحلى الأهداف مع الكابتن عمرو عامر. اتفضل يا كابتن عمرو، عندك كم هدف؟ 10 اهداف الاسبوع ده، اخترنا 10 اهداف. طب نبدا من نمره 10. اذكر الشمس الاحلى الاهداف يا جماعه، اذكر الشمس الاحلى الاهداف مع الكابتن عمرو عامر، واخترنا 10 اهداف ونبدا من رقم 10. اتفضل يا كابتن عمرو. الاسبوع ده دخل فيه 25 هدف وهداف الدوري حتى الان كريم، اخو كريم فؤاد اللي هو عبد الرحمن بودي. عبد الرحمن فؤاد بودي 3 اهداف. الهدف العاشر هدف القناه في بتروجيت للاعب اكرم عبد ربه، كان يعني اللاعب هو راس حربه ممتاز بيجيب جوان من انصاف الفرص، اي فرص بتجيله بيجيبها اهداف. ثاني هدف ليه السنه دي؟ ثاني هدف جاب هدف من الماتش اللي فات، وادي هدف ثاني ليه. وجاب جول في ماتش بروكسي، ممتاز. وبتحس ان الكره عنده سهله نجيب جوان، هو مدي ظهره للجون على فكره، عشان كده الهدف فيه صعوبه، ان هو عارف ان اول ما الكره تجيله هيلعبها في الزاويه البعيده. الموسم اللي فات مسجل 11 هدف وكان من هدافي. هو حاططها يعني بيوريك راس الحرب فعلا التمركز، وان هو بيحط الجون بسهوله ازاي. حلو 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 قوي. محمود حرشه عامل مجهود فردي، مش حضرتك حاططها في الزاويه البعيده ازاي؟ عارف وضع الحركه، الوضع الحركه بتاعه وضع جسمه. ده الهدف العاشر. الهدف التاسع احمد سالم لافينا. احمد سالم ده لعيب موريتاني محترف، لعيب ممتاز. هيك بص بطالع جامب عادي، حاططها في الزاويه البعيده العكسيه. ده جاي منين يا سامح؟ ده جاي من الهلال الليبي، وكان قبلها في طميه الموسم قبل والاعلاميين تقريبا راح فتره. بالظبط. هدف حلو جدا نمره 9 ده، وكمان التحرك بتاع اللاعب تاني احلى كمان. الهدف الثامن ماتش المحله وحرس حدود 1-1 رجب مارو، بديل برضو كان لسه نازل بعد اول لمسه. اول لمسه الكابتن خالد ايد رائع رائع. الكابتن عمرو الجزار عمل لعبه طوليه ده لعبد الرحمن بودي عملها طوليه. ده فتح الله صح؟ لا ده عمرو الجزار، ده عبد الرحمن بودي. وبعدين تشارلز باسي صلحها بصدره، كان عايز يصلحها لنفسه. رجب مارو فيرست تايم. رجب مارو اول لمسه. بالظبط اول لمسه بعد هداف لافيان الموسم الماضي. هداف الثلاث مجموعات 16 هدف، ومن المكرمين معانا في اوسكار الشمس. كل اختياراتنا بتتعلق. شايف 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 كان الجزار، كان رايح المصري، كان رايح المصري وبعد كده شايف الجزار. شايف الجزار كابتن، اكد ان مفيش دفع في دي. كان في ناس قالت ان فيها دفع في الحرس، اهي قدامك اهي. هات 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 تاني، هات بس تاني من اول الرفعه بس. انا عارف بسال الكابتن وجيه بس النيجيري ما فيهاش دفع. معلش معلش ما يا بقول له اكد. ما انا بقول له اكد يا كابتن عمرو معاك اهو، ادي للجزار يا خمسه. يلا بص للجزار. هو الجزار عبد الرحمن بودي اللعيبه الطوليه، وبعد كده بودي اللعيبه الطوليه. ماشي اهو هي دي يا كابتن اللمسه دي. قال لك فيها ما فيهاش حاجه، ما انا عارف ما فيهاش حاجه، بس بقول لك اكد. نروح لسبعه. الهدف السابع بقى هدف فيه كوره جماعيه من لافيان لاحمد سالم برضو. هو اللي بدا الكوره. حضرتك بص رجع سبعة رجع سبعة ثانيه سبعة رجع يا جماعه. اذا كان الباك ما اتكلمش رجعها من اولها. هيجيبها لك من اولها. انا بس عايز يا كابتن عمرو اسالك سؤال، هي قلشت منه جاي لعبها في اليمين ولا في الشمال ولا متعمد؟ متعمد متعمد يلعبها بس في جسمه كله في حته ورجله في حته. هو وجه الجون كله في حته ده هايل. صعب جدا. شفت جسمه كله بعينيه في حته ورجله في حته ثانيه. اصلا هاتها من الاول. قفله هو اللي استلم الكره في وسط الملعب. بص يا كابتن وجيه، حضرنا في دي يا كابتن وجيه مع الكابتن عمرو. بص 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 حطها فين بقى؟ بص جسمه في حته ودماغه في حته ورجله في حته ثانيه. حطها في بطنه يعني حافظ طبعا، عارف ان الجون هيجي له شمال. حافظ ان هو الجون هو اللي قافل. حضرتك لو وقفت هنا وقف هتلاقي الجون قافل له الزاويه اللي هو هيتلعب فيها الكوره. لا مهاجم مهاجم فكره عالي قوي. مش عارف خلي بالك الاستاذ جمال ابو المكارم بيقول لك الكابتن عمرو رجع لها من الاول. سالم هو اللي عمل الكعب بتاع الباص من نص الملعب. طب هاتها من الاول يا استاذ جمال، اديله حقه. ايوه هو ده اللاعب. ايوه فعلا شفت فتح سبرنت، هو عمل اول اسيست فيها وفتح سبرنت في الحته الفاضيه، راح الحته اللي فيها ما فيهاش ولا لاعب من ما هو الحاج محمود الاسيوطي ما بيقعش غير واقف. لا هو مهاجم كويس، بس كمان كان بيلعب احتياطي يعني ما لعبش اساسي. هو يمكن اول ماتش اول ماتش اول ماتش الماتش اللي فات نزل ده لما يوصل للفورم هيفرق جامد. لا لعيب هداف عشان مش جاهز كويس جدا. النمره 6 الهدف السادس مباراه طه نادي رايا ودجله. طه نادي لعب رايا، هدف جميل لان في كره جماعيه حلوه جدا فريق رايا. اوفر بص نزل بالهيد الزاويه البعيده من الالعاب الحلوه. وبعدين في كره جماعيه قبلها في 7 او 8 باصات كاملين من
من فريق رائع بيلعبوا كره جماعيه حلوه الصراحه. اه والكابتن حسام الاستاذ اشرف الشابي بيقول لك في جمله سريعه وفي تكتيك من الكابتن حسام عبد العالي يتحسب جدا له. جدا كابتن حسام محتاج وقت حفظه بيلعبوا على عرضيات كتير جدا وبيقطعوا كويس جدا والكروس اوفر بيعملوه حلو جدا الصراحه. وشايف الولد قطع ازاي؟ قطع وعارف هيلعبها في الزاويه البعيده ازاي. حلوه 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 بجد يعني. رامي زيدان اللي عملها الاوفر والاسيست رفعها بالمقاس. نروح لخمسه. الهدف الخامس مباراه السكه الحديد والمقصه 1-0 الهدف الوحيد في المباراه لمحمد جمال. هدف حلو. اه قذيفه دي اربعه. اه التوقيفه بتاعته حلوه جدا اللي عمله عرضيه طبعا اللاعب المحترف الكيني جون ايفري. هو موجهها وعارف موديها فين. بالظبط. مع ان الباكات قافله عليه الزاويه اليمين فعشان كده هو شاطها في الزاويه العكسيه. هي المفروض انها تشوط ستريت في الزاويه القريبه وشاطها في الزاويه البعيده خالص عشان الباكات قافله عليه الزاويه. كابتن محمد جمال من الاستخدامات الجديده دي يا كابتن عمرو للسكه الحديد ولا معاهم السنه اللي فاتت؟ لا لسه جايبينه جديد. من الاستخدامات الجديده. احمد رأفت كان في الملعب موجود معاهم. لا هي فرقه حلوه بصراحه. فرقه حلوه. مجمع لعيبه كويس. الهدف الرابع مباراه مكادي وديكيرنس. الهدف الاول لديكيرنس عن طريق اللاعب احمد حسني بعد تمريره عرضيه من محمد عطا. تمريره صراحه يعني هو قاعد على الارض الله هو حطها في الزاويه البعيده والواد شد بقى رجله مش عارف هو قاصد يلعبها كده ولا قاصد يلعبها لوب من فوق الجون يعني. لا اعتقد ان هو قاصد. هي رايحه في حته قاصد حته غريبه بس هي جت في ايد الحارس. احمد حسني ما الحاج احمد الصحفي بيقول لي من اللعيبه الرائعين عنده. محمد عطا برضه اللي استلم تحت ضغط وحطها وهو نايم على الارض حطها برجله احمد حسني ده لاعب ديكيرنس. حتى الحاج احمد الصحفي قال لي من اللعيبه الرائعين كانوا في الملعب وبيعتمد عليه الكابتن ايمن يعني. بص حتى لما المنافس يشهد للاعب ده قمه الروعه. الهدف الثالث مصطفى سلطان يعود ويظهر من جديد. مباراه بتروجيت والقناه وصل الخبره. مصطفى سلطان لاعب جد السابق مجهود فردي طبعا خبره السنين ومن المكرمين كان حطها حلوه جدا جدا جاي من زد. مصطفى سلطان فرق معاه 9 اهداف الموسم الماضي مع زد وكان تاني الهدافين بعد محمد سمير. عنده مهاره عاليه قوي وعنده برضه هدوء وثبات انفعالي عالي جدا جوه ال 18 وبيعرف ازاي يعني يستخلص الكوره وبيجيب يعني انصاف الفرص الجوان. حطها حلوه قوي في الزاويه البعيده ثبت الجون تمام. عارف بيعمل ايه؟ تاني احلى هدف. تاني هدف مباراه مكادي وديكيرنس 2-2 هدف ابراهيم بيبو هدف التعادل الله. في الدقيقه 93 يا كابتن عبد الناصر الهدف ده يستحق انه يكون تاني احلى هدف. يعني الطيره براسيه رائعه. اربعه في الدقيقه 94 وطيره هايله بس شايف ان حارس المرمى برضه يسال عنه صح. بس ده لا يمنع من جمال الهدف. بس يعني صعب قوي يا كابتن بس شايف لا يفيد رايحه في اقصى الزاويه وبعدين جاي من بره ال 18 كان عليه ان هو يروح بايد واحده يطلع كورنر هو رايح يمسك الكوره. بص يا كابتن وجيه تتفق معايا عايز يمسك الكوره يا كابتن لكن لو حط روكس في ايد واحده يطلعها ايه اللي يخلينا غامر كده حارس ايد اليمين الاقرب بالظبط. المهم الحاج احمد الصحيف والكابتن عثمان ليهم نصيب يفرحوا يعني الصراحه انه هدف قاتل في وقت قاتل نتيجه عادله. طيب ونعلن الان اوسكار الشمس لمين احلى هدف في الاسبوع الثاني يا ترى من نصيب مين؟ مباراه اتصالات وجمهوريه شبين عبد الرحمن فؤاد بودي صاحب الهاتريك. الصراحه كابتن جمعه مشهور عامل جمل تكتيكيه للفرقه كره جماعيه بيلعبوا كره حلوه جدا كروس باص عالمي اوفر عالمي وبرده نفس الجون ده لو جبناه من اوله خالص يا كابتن جمال هتلاقي ان عبد الرحمن فؤاد هو اللي استلم في ال 18 بتاعه اهو هيبص استلم هنا وفتح سبرنت محفوظه وفتح سبرنت شايف جاي منين؟ شايف جاي منين؟ بص فتح سبرنت ازاي؟ وبعدين هدى عشان شايف يا كابتن عشان الباك يخش مع المهاجم الله هدى الاول عشان المهاجم بتاعه ياخد الباك لجوه ال 18 وهو ياخد المساحه الفاضيه حافظين التحركات بالظبط نفس الجون جابوه في المنيا بالظبط في ماتش الترقي ماتش الترقي نفس الجمله دي بالظبط جابوا بيها بصراحه كابتن جمعه رغم غزاره الاهداف الاسبوع ده وحلاوتها يعني شايف ان المدربين عاملين شغل هجومي افضل من الاسبوع الاول؟ طبعا عاملين اداء ابتدى يبان يعني مش عملوا شغل افضل هو ابتدى يبان الشغل بتاع المدربين مش بيبان في اول اسبوع تاني اسبوع بياخد فتره
عبال ما يحصل التجانس ويحصل الاداء الجماعي والاداء التكتيكي واللعيبه تحفظ الجمل التكتيكيه اللي المدربين بتديها لهم. واللي اشتغل بدري فتره اعداد بدا شغله يظهر. طبعا يعني فرقه الاتصالات بتعمل شغل عالي جدا، بتروجيت فرقه ممتعه كاداء جماعي وتكتيكي، وادي دجله فرقه مرعبه كاداء جماعي وتكتيكي، لكن لسه ما بانش شغلهم. اللي باين الاتصالات شويه وبتروجيت في اول اسبوعين. طيب.